الصين تبني المدينة المستحيلة فوق الأرض، ناطحات ذكية تحت الأرض، أنفاق قطارات، ومختبرات متصلة بالذكاء الاصطناعي. ب85 مليار دولار، مشروع الألف عام، حلم شخصي للرئيس الصيني. مدينة تبنى من الصفر لتعيش 1000 عام، لكن أين السكان؟ مدينة بلا بشر. تابع الفيديو لتكشف كيف تبني بكين مدينة لا تموت، ولماذا يخاف الغرب من ولادتها. تقدم منطقة شيونغن الجديدة الواقعة على بعد حوالي 70 ميلا جنوبا غرب بكين للعالم لأول مرة في إبريل 2017 كمشروع رؤيوي برعاية مباشرة من الرئيس تشي جين بينغ. صمم هذا المشروع الحضري الطموح الذي يشار إليه غالبا باسم مدينة تشي جين بينغ التراثية، التي تبلغ تكلفتها 85 مليار دولار، لتخفيف حدة الاكتظاظ السكاني والازدحام الذي تعاني منه بكين. ومن خلال إنشاء مركز حضري جديد، سعت الحكومة الصينية إلى لا مركزية الوظائف الإدارية للعاصمة، وتعزيز مركز جديد للابتكار والتكنولوجيا والحياة الحضرية المستدامة. جاء الإعلان عن شيونغن مصحوباً بوعود ضخمة بتحويل منطقة متخلفة نسبياً إلى منارة للتخطيط الحضري الحديث. وصف تشي جين بينغ نفسه بأنها خطة 1000 عام ذات أهمية وطنية، ويؤكد هذا المصطلح على حجم شيونغن وتأثيرها الدائم. من الناحية الجغرافية، تتمتع شيونغن بموقع استراتيجي بين مدينتي بكين وتيانجين، مما يجعلها موقعاً مثالياً للاندماج في استراتيجية التنمية الإقليمية. يهدف هذا الموقع للاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية لهذه المدن الثلاث، مما يخلق نموذج نمو تآزري من شأنه أن يعيد تعريف التخطيط الحضري في الصين، حيث تم تخطيط المدينة مع التركيز على البنية التحتية الخضراء والذكية والمبتكرة. ومنذ نشأتها كان الهدف من شيونغان دمج أحدث التقنيات للمدن الذكية، بما في ذلك البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، لخلق بيئة تدعم فيها التكنولوجيا الحياة الحضرية وتعززها أيضاً. يعد هذا التركيز على الاستدامة والابتكار جزءاً من هدف الصين الأوسع المتمثل في الريادة في التخطيط الحضري العالمي والممارسة البيئية. مدينة المستقبل. تضم منطقة شيونغان الجديدة شمال الصين مدينتين، إحداهما مدينة فوق الأرض والأخرى مدينة في سحابة عالية التقنية. تم بناء مدينة شيونغان الجديدة من خلال البرمجة الرقمية والواقعية في آن واحد، فإن كل مبنى وإضاءة شارع في المدينة تتمتع بتوافق مباشر كجزء من مدينة رقمية عالية المستوى. باستثمار إجمالي قدره 156 مليون دولار أمريكي، يضم مركز شيونغان للحوسبة الحضرية مرافق حوسبة فائقة وحوسبة سحابية، ويوفر خدمات الشبكات والحوسبة والتخزين للبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. سيضم المركز 4 منصات للمدينة، تشمل منصة بيانات متكاملة، ومنصة شبكة فيديو، ومنصة نمذجة معلومات المدينة، ومنصة إنترنت الأشياء IoT. ومنذ نشأة منطقة شيونغان الجديدة، طبقت تقنية البلوكتشين في التصميم الحضري، بما في ذلك إدارة أجور كل عامل بناء في الموقع، أي أنك في المدينة لن تحصل على المال مباشرة، حيث يتم إدارة المدفوعات بتقنية البلوكتشين. كما أطلقت منطقة شيونغان الجديدة مشروع اليوان الرقمي التجريبي في نهاية عام 2019، مع العديد من سيناريوهات الاستخدام، بما في ذلك البنوك ومحلات سوبر ماركت في وسط المدينة، والفنادق ومنصات التجارة الإلكترونية التي تجرب اليوان الرقمي. على مدى فترة تطوير امتدت لأكثر من 6 سنوات، أنجزت المدينة استثماراً تراكمياً بلغ 530 مليار يوان بحلول نهاية عام 2022، وتم تشييد أكثر من 3600 مبنى. كما أطلقت المدينة 3536 محطة أساسية لشبكات الجيل الخامس، محققة بذلك تغطية كاملة لشبكات الجيل الخامس في المدينة. الطرق الرقمية. تعد منطقة شيونغان الجديدة في الصين نموذجاً رائداً في تطبيق النقل الذكي، حيث تم اختيارها كأول منطقة تجريبية
تعتمد بشكل فعال على الطرق الرقمية لتعزيز البنية التحتية المستقبلية للنقل. تمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية ضمن خطط الصين للتحول الرقمي في قطاع النقل وتحقيق الاستدامة التكنولوجية. حتى الآن تجاوز إجمالي طول الطرق الرقمية في شيونغان 100 كيلومتر، ومن المتوقع أن يتم توسيع هذا الطول ليصل إلى 500 كيلومتر في المستقبل القريب. وتعتمد هذه الطرق على تقنيات متقدمة تشمل نظام تحديد المواقع المدمج بين شبكات الجيل الخامس 5G ونظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مما يمكن المدينة من بناء نظام نقل عام أكثر كفاءة وذكاء. من أبرز تطبيقات الطرق الرقمية في شيونغان تشغيل الحافلات ذاتية القيادة التي تعد علامة فارقة في مسيرة التحول الذكي للنقل. وتتمتع هذه المركبات بعدة مزايا، من أبرزها قدرة استشعار واسعة، حيث يمكن للحافلات رصد إشارات المرور والمركبات الأخرى ضمن نطاق يصل إلى 240 متراً. معدات استشعار متطورة تحتوي كل حافلة على أكثر من 20 جهاز استشعار، منها تشمل رادار ليزر وكاميرات عالية الدقة تلتقط معلومات حركة المرور باستمرار وتعالجها في الوقت الحقيقي. لكن رغم كل هذه التكنولوجيا الفائقة والتحفيزات التي تقدمها الصين للشعب في هذه المدينة، لكن فشلت جميع الجهود، وهناك نبوءات بأن تتحول هذه المدينة العملاقة إلى مدينة أشباح. مدينة الأشباح. رغم اكتمال البنية التحتية الأساسية من محطات قطار عالية السرعة إلى شبكات الألياف البصرية وأنظمة التعرف على الواجهة، تعاني المدينة من نقص شديد في التفاعل البشري. فمعظم السكان الذين انتقلوا إلى هناك تم نقلهم قسراً من قبل مؤسساتهم الحكومية، وسط محاولات متكررة من السلطات لتحفيز الانتقال من خلال تقديم إعانات إيجار ومنع تملك العقارات دون الإقامة الفعلية فيها. الشكاوى الرئيسية من السكان تتمحور حول انعدام النشاط الاجتماعي، بيئة العمل الصارمة، وغياب أماكن الترفيه، والافتقار إلى مشهد حياة ليلية نشط ساهم في جعل المدينة مملة. كما أن انتقال العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية تم بناء على أوامر مباشرة وليس برغبة حرة، مما ساهم في بناء مجتمع مصطنع يفتقر إلى الديناميكية البشرية الحقيقية. المشروع كان يعكس رؤية نظرية طموحة لخلق طريق ثالث بين الرأسمالية الغربية والنموذج الشيوعي التقليدي، إلا أن التطبيق العملي اصطدم بواقع معقد لا يمكن تجاوزه بمجرد الإنشاء العمراني أو التكنولوجيا. يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 1.2 مليون نسمة، وهو عدد يعتقد أنه يشمل السكان الأصليين للمناطق الثلاثة مجتمعة، ويفترض أن يصل العدد إلى 5 ملايين بحلول عام 2035، وهو هدف يبدو صعب المنال في ظل المعطيات الحالية. مدينة شيونغان تمثل درساً حقيقياً في أن المدن لا تبنى بالبنية التحتية وحدها، بل بالحياة التي تنشأ بين الناس. فالتنمية الحضرية الناجحة تحتاج إلى ما هو أبعد من الزجاج والأسمنت، تحتاج إلى روح بشرية وإحساس بالانتماء وأسلوب حياة جذاب ومتكامل.